الجهات جاهزة. انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم. 16 من الجهات من المهرات المهجنة الأصيلة تشارك مسافة 1600 متر. كوفمان سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني وألبرتو سنة في الانطلاقة من الجهة الداخلية. الجهة رقم 11 إكسولا علي محمد متعب صعاق وشكر البلوشي من الجهة الخارجية. نشاهد الجواد كريبتي ناصر السيد محمد السيد العيدة وجيبي جامبر خطوة بخطوة. والجواد رقم 8 في الترتيب الرابع روبن ميشن محمد راشد عبد الله الجبر النعيمي وتوماس لوكاسي اتجاها لنقطة 800 متر. والصدارة مع الجواد ناغنو أشك ريسينغ والقطري فالح بوغنيم. تذهب الصدارة إلى الجواد كوفشنت ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني وألبرتو سنة اتجاها إلى المنعطف الأخير روبن ميشن في الترتيب الثالث. وبوضع اليد صدارة جميلة وقوية ثنائية 400 متر على خط النهاية. تعطى الإعازات كوشنت تبتعد عن باقي الجياد. ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني والفارس ألبرتو سنة في الوصفة. محاولات للحاق لكريبني ومحاولات دخول قوي من الجهة الخارجية. حلاوة الروح حلاوة الروح ولا أحلى من حلاوة الروح. السادة مربع And the official results for the second race of the day. The winner horse number 16, Halawat Alru, Ahmed Ingested, trained by Zahir Mohsen, ridden by Marco Casamento. Second horse number 2, Kovision, owned by His Highness Sheikh Mohammed Khalifa Al-Fani, trained by Stefano Obido, ridden by Alberto Sana. Third horse number 5, Jumei, owned by Amgan, trained by Alban Namil, ridden by Sofian Sadi. Fourth horse number 1, Amenable, owned by Nasser Said Aleida, trained by Jasim Al-Ghazali, ridden by David Allen. And in fifth place, horse number 10, Alpha Mama Line, owned by Alpha Mama Racing, trained by Abdelatif Sado Muslimani, ridden by Carlos Henrique. نتيجة الشوط الثاني للخيل المهجنة الأصيلة حل في المركز الأول رقم 16 حلاوة الروح الملك السادة مربط إنجاز المدرب زهير محسن والخيال ماركو كازامنتو ألف مبروك المركز الأول. المركز الثاني رقم 2 كوفيشنت المالك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني المدرب ستوفان وأبيدو الخيال ألبرتو سنة. ثالث المراكز رقم 5 جومي المالك السادة أمكان المدرب الفاندوميول والخيال سفيان سعدي. المركز الرابع رقم 1 أمينافل المالك سيد ناصر سعيد العيدة المدرب جاسم الغزالي والخيال ديفيد ألان. خامس المراكز رقم 10 ثمام اللاين المالك السادة ثمام ريسينج المدرب عبد اللطيف المسلماني والخيال كارلوس هنريك. المبروك المراكز المتقدمة وحظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.